خريطة طريق شاملة أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعودة مؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2021-2022، تشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة ولكافة الدرجات العلمية والمستويات الدراسية. تقسم خريطة الطريق إلى ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى إجراءات وقائية قبل عودة الطلبة إلى الحرم الجامعي، وتشمل تشجيع الطلبة والكوادر على أخذ اللقاحات والتوعية بارتداء الكمامات وفحص PCR والتباعد الجسدي. كما تشمل هذه الإجراءات إعداد الجدول الدراسي الذي سيستخدم لكل مساق، سواء للمساق الوجهي بالكامل أو المدمج أو الإلكتروني الكامل عن بعد. أما المرحلة الثانية فتتضمن إجراءات تخص الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة نفسها، ومن أهمها توزيع دخول الطلبة على أكثر من بوابة لمنع التجمهر، واشتراط سند أخضر لدخول الكوادر والطلبة، أو إحضار فحص PCR سلبي النتيجة، مع تنفيذ ما يتعلق بأمر الدفاع رقم 32، والقيام بجولات ميدانية للتحقق من تطبيق جميع الإجراءات، واعتماد تطبيق سند في عمليات التحقق المطلوبة. المرحلة الثالثة تتضمن طريقة التعامل مع المصابين ومخالطيهم وفقا للآتي: إذا بلغت نسبة الإصابة بين الطلبة في الشعبة الصفية الواحدة 10% فأكثر، يعلق دوام الشعبة فقط لمدة 14 يوما، ويتم تحويل الطلبة في كافة المساقات إلى التعلم الإلكتروني عن بعد. وإذا بلغت نسبة الإصابة بين طلبة الكلية 10% فأكثر، يعلق دوام الكلية ويتحول نظام التعلم فيها إلى التعليم الإلكتروني عن بعد لمدة 14 يوما. وإذا بلغت نسبة الإصابة بين طلبة الجامعة 10% فأكثر، يعلق دوام الجامعة ويتحول نظام التعلم فيها إلى التعلم الإلكتروني عن بعد مدة 14 يوما. وللحديث أكثر حول تفاصيل خريطة طريق التعليم الجامعي ينضم إلينا عبر الهاتف السيد مهند الخطيب، الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا بك سيد مهند، يعني عرضنا أبرز ما تضمنته خريطة الطريق التي أعلنتم عنها بشكل عام، لكن هل هناك أي استثناءات لتخصصات معينة أو لفئات محددة من الطلبة لم تذكروها؟ نعم سيدي، بداية أسعد الله مساءكم ومساء جميع الإخوة المشاهدين عبر قناة رؤيا. حقيقة هذه الخطة التي تم إطلاقها اليوم في مراحلها الثلاث سيتم تطبيقها بشكل كامل على جميع أبنائنا الطلاب في جميع المراحل الدراسية ومختلف الدرجات العلمية وعلى مختلف التخصصات بدون أي استثناءات نهائيا، لأن الهدف الرئيسي من هذه الخطة هو حماية أبنائنا الطلبة والعاملين من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وتقليل وقوع الإصابات فيما بينهم بعد عودتهم إلى الحرم الجامعي. وبالتالي هي كما ذكرت لك لا يوجد أي نوع من الاستثناءات وستطبق على الجميع. طيب، أشرتم إلى إجراءات لتشجيع أخذ اللقاحات، هل لديكم إحصائية عن نسبة الطلبة الجامعيين أو الكوادر التدريسية الحاصلة على اللقاحات؟ نعم، حسب آخر الإحصائيات أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بلغت نسبة التطعيم فاقت 90%. أما ما يتعلق بأبنائنا الطلاب فأعتقد أن النسبة الآن للطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة فاقت 67%. الوزارة تعمل خلال ثلاثة أسابيع المتبقية قبل بدء التدريس في الجامعات الرسمية والتي سيبدأ بتاريخ 10/10، ثم يلي ذلك بالجامعات الخاصة بتاريخ 17/10. سيد مهند، كيف أحصيتم هذه النسبة بالنسبة للطلاب تحديدا؟ يعني سيدي، هذا تم بناء على الأرقام الوطنية الموجودة لأبنائنا الطلاب ولأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعات. نعم. تم جمعها في ملفات خاصة وتم إرسالها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي التي قامت بتزويدنا بوضع وحالة كل رقم وطني من حيث تلقيه جرعة أولى أو جرعة ثانية، أو أنه مسجل حاليا على المنصة، أو لم يتلقى المطعوم ولم يقم بالتسجيل على المنصة حتى تاريخه. سيتم طلب من الطلاب الغير متلقين للمطاعيم أن يأخذوه حتى يعني يستكملوا دراستهم؟ حاليا سيدي هناك أمر الدفاع رقم 32 والذي دخل حيز التنفيذ في 15 آب، والبند رابعا من هذا الأمر ينص على عدم السماح لأي عضو هيئة التدريس أو إداري أو طالب
بدخول الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلا على المطعوم كجرعة أولى على الأقل، وإذا لم يكن حاصلا على المطعوم فمطلوب منه أن يقوم بإحضار فحص PCR يومي الأحد والخميس من كل أسبوع ساري المفعول، ومن لم يقم بالالتزام بهذه التعليمات يمنع من دخول الحرم الجامعي وتحسب أيام تغيبه عن العمل من إجازته السنوية، وإذا كان كطالب تحسب أيام التغيب هذه عن المحاضرات أو عن مواظبته في المحاضرات، خاصة المحاضرات التي تدرس وجاهيا في الحرم الجامعي. طيب، ضعنا في صورة أوضح للإجراءات المتخذة في الجامعة ومن قبلكم لتحقيق يعني التعليم الإلكتروني لأهدافه وتجاوز الأخطاء السابقة التي حصلت في السنة الماضية فيما يتعلق بمشاكل التعليم عن بعد. نعم، يمكن كانت أهم نقطة حقيقة تدعم هذا الموضوع هو صدور الإرادة الملكية السامية مؤخرا بإقرار نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بحيث يصبح هذا النوع من التعلم هو جزء أصيل من عملية التعلم في مؤسسات التعليم العالي. لم يعد التعلم الإلكتروني هو نظام طارئ نضطر للجوء إليه للحالات الاستثنائية والخاصة، بل أصبح جزءا أصيلا من عملية التعلم. هذا النظام الذي صدر حقيقة ينظم عملية توزيع النسب بين المساقات التي يتم تدريسها إلكترونيا بشكل كامل، أو يتم تدريسها بشكل مدمج، أو يتم تدريسها وجاهيا بشكل كامل في الحرم الجامعي، وهي تختلف من تخصص إلى آخر ومن خطة دراسية إلى أخرى. الجامعات الآن قامت ببناء جداولها الدراسية للفصل الدراسي الأول القادم آخذة بعين الاعتبار حقيقة هذا النظام. النقطة الأخرى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وطوال العام والنصف الماضي كان لها مجموعة كبيرة من الإجراءات التي سعت من خلالها إلى تطوير وتحديث منظومة التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وعلى رأسها هذا فيما يتعلق بالجامعات سيد مهند، ولكن نحن نعلم أن ليس جميع الطلبة يمتلكون يعني دعني أقول شبكة إنترنت، قد تكون هناك ضعف في هذه الشبكة. هذه المشاكل التي واجهوها خلال السنة الماضية يعني كما تعلم، ما هي الإجراءات التي ستتبع فيما يتعلق بهذه الأمور؟ كنت سأتحدث لك في هذه النقطة. نعم. أولا أن وزارة التعليم العالي خصصت 3 ملايين دينار لتطوير منظومة البنى التحتية للتعلم الإلكتروني في الجامعات. أيضا وزارة التعليم العالي ومن خلال لقاءات معالي الوزير مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة طالبت بضرورة أن تقوم الجامعات بتوفير أجهزة حاسوبية ولابتوبات وأجهزة تابلت لأبنائها الطلبة بأسعار تفضيلية دعما لهم في هذا الموضوع. خلال الأشهر الماضية كانت وزارة التعليم العالي قد قامت ومن خلال التواصل من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة فيها مع أبنائنا الطلاب بحصر المناطق الجغرافية التي تعاني من ضعف في الخدمات الفنية في عملية الإنترنت. نعم. وقمنا بحصر هذه المناطق وتزويدها إلى وزارة الاقتصاد الرقمي التي قامت وبالتعاون مع شركات الاتصالات بمعالجة هذه المشاكل الفنية. النقطة الرابعة والمهمة أن الوزارة أيضا قامت بتأمين مختبرات حاسوبية في مختلف ألوية ومحافظات المملكة لكي يستخدمها أي طالب توجد لديه مشكلة فنية في عملية التعلم الإلكتروني أو تقديم الامتحانات الإلكترونية، بحيث يستفيد من هذه المختبرات للاستمرار في العملية التعلمية. أشكرك سيد مهند الخطيب الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.